نهاركم سعيد. ببداية الشهر الفضيل شهر رمضان، في عدة أسئلة طبية رح نسألها لأطبانا بمستشفى الفقيه عم بسيام. مس لورين، كيف فينا نحافظ على وزننا برمضان؟ أول شيء thank you إسبرانس. أول شيء بدنا نحكي إنه رمضان هو فرصة للكل يقدر يحافظ على وزنه وحتى إنه نخسر بالوزن. أول شيء نحكي عن كسر الصيام. كسر الصيام يعني كيف نحنا نكسر صيامنا بطريقة صحية. أول شيء فينا نبدأ بكوبين من الماء والتمر. أول شيء كوبين من الماء بيساعدونا إنه نحنا نعوض الماء اللي خسرناها خلال النهار. بنفس الوقت التمر بيخلينا نركلج السكر بالدم، ما بيخلينا نلجأ بسرعة للأكل بشراهة، بيكون تركلج شوي السكر بالدم وساعتها بنقدر ننقي خيارات صحية لأفطارنا. أما بالنسبة للطريقة الثانية إنه نحنا كيف لازم نكفي بطريقة صحية، لازم نبدأ أول شيء بالشوربة. الشوربة بتساعدنا إنه نحنا نعوض المعادن والفيتامينات، وكمان لازم نلجأ للسلطة. السلطة بتعطينا كمان فيتامينات وبتعطينا كالوريز أقل حتى نعبي معدتنا فيها. وبنفس الوقت لنوصل آخر شيء للطبق الرئيسي لازم يكون خيارنا صحي أكيد، غني بالبروتين والنشويات المعقدة مثل الحبوب أو الرز الأسمر والمعكرونة السمراء. هل من الضروري إنه نتسحر؟ أكيد نحنا لازم نتسحر لحتى نقدر نضايم بالصيام، وكمان نفس الوقت في يكون خيارنا صحي نفس الشيء للسحور، مثل ناخد وجبة الشوفان، كمان التمر، لبن لأنه بقلبه كازينين بتكسر على وقت طويل يعني ما بيخلينا نحس بالجوع بسرعة. نفس الشيء لوجبة الشوفان، وكمان فينا نختار كمان النشويات المعقدة مثل خبز الشوفان وغيره. Thank you. Welcome. دكتور مازن فقيه، هل الحوامل فيهم يصوموا؟ معظم الحوامل ببداية الحمل بيقدر يصوموا، ما في أي مشكلة، ولكن من بعد الأسبوع 20 أو الشهر الخامس بصير في مشكلة إنه نقصان الماء ممكن تؤدي لتلق وولادة مبكرة. يعني لما المريضة أو الحامل تعطش، الدماغ ببلش يفرز هرمون ليحاول بأقدر قدر ممكن إنه يحافظ على الماء اللي بالجسم. هذا الهرمون بينفرز من الدماغ، وبزيد الوقت الدماغ بيفرز معه هرمون الأوكسيتوسين يلي ببلش التلق. وهون منشوف عادة بشهر رمضان زيادة بعدد الولادات المبكرة، لأنه معظم الحوامل يلي بيصوموا بيجوا عم يتلقوا، وبهيدا الحالة من الصعب كتير إنه نوقف التلق وبينتهي بولادة. شو في حالات نسائية يفضل ما يصوموا؟ في حالة وحدة نسائية اللي هي داء تكيس المبيض، السبب الأساسي هو تلاعب الإنسولين بالجسم. الإنسولين لما بيرتفع في هرمون مقابله بينخفض، وهو يلي بيعمل مشكلة تكيس المبيض. الحوامل يلي عم يصوموا مع داء تكيس المبيض ممكن كتير يخلطوا العلاج اللي إلهم. منا حالة إنه ممنوع نهائياً يصوموا، بس بدهم ينتبهوا كتير على الطريقة يلي بيصوموا فيها. وبعدين في معنا دكتور حبيب الدغيلي رح ينصح المرضى يلي معهم سكري انه كيف يصوموا. انا بنصحهم انه يتبعوا التعليمات زيتها. مرضى اللي عندهم تكيس المبيض مش بالضروره يكون عندهم داء السكري، ولكن الخربطه بالهرمونات بتكون كتير شبيهه لمشاكل السكري. Thank you دكتور. شكرا لك إسبرانس. دكتور حبيب الدغيلي، مين من مرضى السكري بيقدر يصوم؟ شو النصيحه يلي بتوجه لهم اياها؟ معظم مرضى السكر النوع الثاني فيهم يصوموا شهر رمضان المبارك، بشرط انه يراجعوا طبيبهم 4 لـ 8 أسابيع قبل بداية شهر رمضان ليقيم حالتهم ويطلب لهم الفحوصات اللازمة من تخزين السكر وفحص وظيفة الكلى، وعلى أساسها بيعطيهم الإرشادات الضرورية من ناحية تعديل جرعات الأدوية وتعديل ايضا اوقات اخذ الدواء، وذلك للصيام امن. مين من مرضى السكري ما في يصوم؟ عاده مرضى السكر النوع الاول اللي هن علاجهم بيكون فقط بالانسولين بنقول ما يصوم. المراه الحامل ايضا اللي عندها سكري، اللي كان عندها سكري قبل فتره الحمل او خلال البريجنسي، كمان بنصحها انه ما تصوم. مرضى السكر النوع الثاني كبار بالسن يعني بيعانوا من امراض مزمنه مثل امراض القلب والشرايين، قصور في الكلى، ومشاكل بالنظر، كمان هول المرضى لازم يتجنبوا الصيام.
والمرضى اللي عندهم كتير انخفاض متكرر بالسكر وخاصة يلي ما بيشعروا بعوارض هبوط السكر أيضا ما يسمون. أي متى المريض لازم يفحص السكر خلال شهر رمضان؟ مريض السكر لازم يفحص على الأقل مرتين لثلاث مرات خلال شهر رمضان. الأوقات الساعة 10 إلى 11 صباحا، فترة العصر يعني بين 3 إلى 4، وقبل الإفطار وبعد الإفطار بساعتين، يعني هو الأوقات اللي لازم نفحص فيها. أي متى لازم مريض السكر يقطع صيامه يفطر؟ مريض السكر لازم يفطر إذا شعر بعوارض هبوط السكر يلي هي رجفة، دقات قلب سريعة، التعرق، شعور بالجوع شديد، وهون لازم يحلل مباشرة، وإذا كان سكره منخفض أقل من 70 يفضل إنه دغري يفطر، وحتى لما يكون عم بيحلل وكان سكره عالي أكثر من 300 كمان لازم يفطر، ياخد يشرب كثير سوائل وياخد علاجه مثل ما طبيبه وصف له كرمال يتجنب النشاف، وبعدين لا سمح الله يؤدي لمشاكل بالكلى وبالقلب. Thank you دكتور. شكرا لك.